استاذ محمد اهلا بيك. مساء الخير استاذ محمد ومساء الخير مشاهدي الكرام في الشقيقه مصر. مساء الخير على حضرتك وعلى كل الاشقاء الاعزاء في المملكه المغربيه. الله يبارك فيك سيد محمد، بارك الله فيك. يعني نقدر نقول نقطه ثمينه للمنتخب المغربي اليوم امام كرواتيا؟ اكيد، هو المنتخب المغربي كان يتعلم سيد محمد لاعبه مع وصيف بطل العالم. صحيح انه قبل المباراه كبرت الامال والكل اعتقد ان الفوز على المنتخب الكرواتي سهل كما فعلت السعوديه. المنتخب السعودي جعل الامال تكبر وجعل المطامع ايضا تكبر، والكل ظن انه بتعادل الدنمارك وتونس وبفوز السعوديه على الارجنتين المنتخب المغربي قادر على الفوز على كرواتيا، لكن في الاخير اصطدمنا بواقعيه وليد الركناكي واكتشفنا اننا حققنا نقطه ايجابيه امام منتخب يعني عج بنجوم كبار، حديث عن مودريتش وبروزوفيتش وبيريزيتش وكوفازيتش، فكل هذه الاسماء من بعد المباراه اكتشف الجمهور المغربي انه حقق نتيجه ايجابيه امام خصم يعني يقام له ويقعد. اكيد يعني القادم نقدر نقول نامل فيه بالنسبه للمنتخب المغربي التفوق في مباراه او فوز في المباراه القادمه عشان يبقى عنده حظوظ للوصول للادوار القادمه. اكيد، وان مباراه ديال المنتخب البلجيكي قبل لحظات اكتشف حتى يعني اكتشف الشارع المغربي، يعني وانا اتحدث معك الان يعني في الشارع المغربي بالضبط، يعني الاجواء خارج المقاهي الكل تابع مباراه بلجيكا وكندا كانها مباراه المغرب وكرواتيا بالصوف، يعني الكل تابع المباراه ليكتشف مستوى الفريقين، حتى ان البعض قال انه غيرنا الخطه من الرغبه في التعادل مع بلجيكا والفوز على كندا الى الرغبه في التعادل مع كندا والفوز على بلجيكا، نظير ما وضعه المنتخب الكندي من اداء كبير جدا. لكن بعد تسجيل منتخب بلجيكا لهدف الفوز اتضح ان تلك المغامره التي طالب بها الجمهور المغربي منتخبه يعني صباحا امام منتخب كرواتيا كانت قد ممكن ان تعاقبه ويخرج منهزما كما فعل المنتخب الكندي. لذلك الكل يتفق الان على انه لا خيار امام المغرب ان اراد ان يحقق المرور الى الدور الثاني سوى الفوز على بلجيكا، خاصة أنها لم تظهر بذاك الوجه الكبير كما قد نقول كما فعلت كرواتيا هذا الصباح. الإعلام المغربي ومتابعته للبطولة ودعمه للمنتخب المغربي نقدر نقول بنسبة كام في المية يعني شاف حظوظ المنتخب المغربي في الأدوار القادمة؟ لأكون صريحا يعني بعد التعود مع كرواتيا يعني على الأقل لم نخرج من الحسابات، يعني حتى في التأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم 1986 كان المنتخب المغربي قد بدأ المشاركة بتعادل وبعده بتعادل، يعني تعادلين مع بولونيا وإنجلترا وفاز على البرتغال. لذلك فهو رأى في هذا التعادل يعني بشرة خير وقال بأنه المنتخب المغربي يملك من المقومات واللاعبين والمدرب ما يجعله يمر الى الدور الثاني، حتى انها اكثر من 50% او ربما اكثر، يعني تفاؤل كبير، حتى يعني كما قلت لك ان الشارع المغربي في صباح اليوم لم تعجبه نتيجه التعادل مع وصف بطل العالم، يعني كان يعتقد انه سينتصر لان الكل يراهن على ان المنتخب المغربي سيمر الى الدور القادم. استاذ محمد زايد الصحفي المغربي بشكرك شكرا جزيلا. كان حوار من المغرب وكان ده يعني رد فعل الشارع المغربي على المباراة، والراجل قال انهم يعني زعلانين كانوا يتمنوا الفوز في مباراة اليوم لكن القادم احسن ان شاء الله بالنسبة لفريق المنتخب المغربي.